إيش بك؟ ما في شي. إيش صاير؟ ما صاير شي. يلا بدك شي؟ لا سلامي. بدك شي صاير شي؟ بدك شي صاير شي؟ لا تسأل ما بعرف شي. بدك شي صاير شي؟ لا تسأل ما بعرف شي. كل شي راح يلا ارتاح، كل شي راح يلا ارتاح، لا تزعل كل شي بيمشي. بدك شي صاير شي؟ لا تسأل ما بعرف شي. كل شي راح يلا ارتاح، كل شي راح يلا ارتاح، لا تزعل كل شي بيمشي. لا تزعل كل شي بيمشي. أنا اللي بيهمني عاصم. الله يخلينا ياك يا سيد مظهر. أبو حسن والله بريء. تركني من الموضوع، احكي لي ايش صار معكم بالشام. شفنا السيد سليمان، بعتنا لعند السيد أبو الفضل، رجل صناعي. أنت بتعرفه؟ طبعا بعرفه، رجل كبير وشابك مع الكل. المهم كمل. ايش أكمل؟ هدول بدهم يهفوا الكعكة كلها. ايش بدك بيها الحكي؟ ايش قال له لطارق؟ قال له بصراحة كل الموافقات والتسهيلات تصلك بس عن طريقنا. وطارق ايش قال له؟ قدامه ما حكى شيء، بس وقت طلعنا لبرا قال لي جسنا بضه، شوف ايش بده. حلو. وقت وصلت طارق على الفندق اتصل فيني ابو الفضل. انا استغربت، قال لي تعال عندي. رحت عنده، قال لي اخبار طارق وصلاني لوزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، في تجار حلبية عم يحكوا بنفس المشاريع اللي عم يحكي فيها طارق. بتعرف شو قال لي؟ قال لي أخي أنا ما بسمح ولا نحن بنسبح حدي نفسنا. المهم إيش طلعتوا بنتيجة؟ ما طلعنا بشي. الرجل لسه عم يدرس ظروف البلد. هيك عم يقول.
انت احساسك منه فايده؟ والله اذا كان صادق وعنده كل هالمصاري باوروبا منه فائدتين مو فائده يا سيدي. شو الشاب شايفك ساكت لا كلمه ولا شو؟ ايش بدول يا عمي، يعني نحن فين والحب فين؟ بس الامانه السيد ابو احمد بيستاهل، ولانه بيستاهل عم ندعمه كل الدعم. بس للذكرى، بس للذكرى، انت وعدتني تقف لجنبي بالانتخابات الجايه. تكرم عينك. شكرا. تفضل يا خديو. انما الايدين. شكرا. تسلم ايديك. سلام. ايه خيو، انا بشوف انه لو دخل الفرد عندنا يرتفع شوي بشكل لائق، لو هالخدمات الاساسيه تتحسن، بلدنا بتسوى 100 بلد مثل المانيا. هذا رايي الشخصي طبعا. يعني حتى لو توفرت هنيك احسن، ما بتتقارن الامور بهالطريقه. يعني بلد حضاري جدا المانيا، وبنفس الوقت بلد في تطور علمي فظيع، كل يوم في شيء جديد، وفي رساميل عم تشتغل مع بعض الدنيا. انت ليش اجيت لهون؟ والله انا جيت لاني بحب بلدي، لاني حنيت. بعدين بصراحه حبيت اني ابدا من الفشل. فشل؟ ليش انت اشتغلت شيء قبل ما تسافر حتى تقول فشلت؟ انا والدي كان مزارع وكنا نشتغل بالزراعه، فلسنتين متتاليتين خسر بالزراعه وتراجعت اوضاعنا، وفعلا وصلنا لدرجه الفقر تقريبا. يعني هربت من الفقر؟ والله ما بعرف، بجوز. بوقتها كانت احوالي كلها ملخبطه وفايته ببعضها. ابوي كان مديون لعمي، وعمي كان بطالبه بنص العماره. بعدين بنفس الوقت كانت بنت عمي عم تلح علي موضوع الجواز، بدي يعني اتجوزها بسرعه، فلقيت حالي مضغوط، حملت حالي وهربت. خيو انت كنت خاطب بنت عمك وفاء؟ اي نعم. بس على فكره بنت عمك كثير شايفه حالها. المهم رجع ما نسي بلده، رجع ناجح، ما تم هنيك غريب. والله مزبوط كلامك يا ام فؤاد، انا هنيك كنت غريب، حتى مع زوجتي كنت غريب. متجوز؟ كنت متجوز بس انفصلنا. وهلأ بقيت مع جمال؟ جمال أخ وصديق، وبعدين جمال يتيم مثلي، لذلك حسينا حالنا متفاهمين مع بعض. إيه؟ وهلأ إيش عم تفكر تعمل؟ هلأ أهم شيء إني أخلص من المشاكل مع أولاد عمي. ليش في مشاكل تانية غير العمارة؟ ليش قليلة مشكلة العمارة؟ هي أهم مشكلة بيني وبين أولاد عمي، وأنا فعلاً رايد أحلها وأرجع أسكن في بيتنا. يعني بيتنا واسع وحلو وظريف، وبعدين العمارة أثرية على فكرة. الأنسة شمس شافت العمارة وبتعرف هالشي. معك حق، بيتكن حلو كتير وبجنن، ومثل ما حكيت العمارة أثرية. إيش صار موضوع لجنة التحقيق؟ لجنة التحقيق وقفت. ليش ما قالك جمال؟ والله بجوز قال لي بس أنا نسيت. لأنه المهندس أحمد مو موجود. إيه معناها خلص نامت القضية. هيك الظاهر. طب والشرطة إيش صار معهم؟ في مستجدات؟ في معلومات جديدة؟ اتصلوا فينا الجنائية، ورحنا أنا وبابا شفنا الشوفير اللي ضربني واللي محرضه. إيه؟ ويا منظومة ليش ما حكيتيلي؟ ما إجت مناسبة وما فتحت السيرة يعني. المهم اللي محرض الشوفير هو أبو حسن. منو هذا أبو حسن؟ هذا بيشتغل رئيس ورشة عند عاصم. عند عاصم؟ العم ضرب جوز عيونه. إيش هالشغل البلطجية؟ والله مصالح يا سيد طارق. يعني إذا مصالح بتنقلب الحكاية حرب عصابات؟ حكيت لي دلال كل شي عنك وعن ظروفك. إيه خالي، بس كل شي بلاقي اسمع أبوي، ها والله بكون سببه. هي بس فترة أشهر وبشوف ظرف مناسب وبفتح معه الموضوع. وأنا قلت لها لدلال حتى نومي بهالبيت ما بقدر. مبين عليك ابن حلال، مثل ما بدك يا أبوي. شفت زهير؟ شفت أمي قديش طيوبة؟ إمتى نحدد موعد كتب الكتاب؟ دلال ما بعرف، نحكي بعدين. طيب كمل قهوتك. مرحبا هند. اهلين. شلونك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. تفضلي. شلون الشغل معك؟ ان شاء الله مبسوطه. الحمد لله مبسوطه. هند. نعم. قولي لي مين كان عم يتصل بالسيد طارق لما كان بالشام؟ ليش هيك ولا شيء؟ بس حابي اعرف مين عم يتصل فيه. من نسوان الا من الرجال؟ من نسوان طبعا. اطمني ما في حدا من اللي في بالك.
أخ طمنتيني. طيب ومن الرجال؟ كتيرين، تجار ودلالين عقارات. وإيش بدهم دلالين العقارات؟ عم فتشور على الأرض. كني بده يشتري أرض؟ هيك الظاهر. إيمينا من هالحكي؟ ليه؟ عم دللك إلا لا؟ الأستاذ طارق عم بيعاملني في غاية الاحترام. طارق ما في منه، جنتلمان. بس كأني تأخر؟ لا اتصل وقال إنه ما رح يتأخر. يا عم نتسلى، إيش في ورانا؟ يعني ما بعرف، كان بيرك عم يحكي وكأنه المشروع مشروعه. خيو هي مي مشكلة، المهم إنك تصل لهدفك. ما قلت لي بعدين، إيش شو صار معه السيد عاصم؟ يعني بدي يدخل معك مؤسس لما لا؟ والله يا صديقي باينته إنه عنده علاقات مهمة جدا مع مسؤولين كتير كبار في البلد. لازم تستفيد منه. إيه بس هذا واحد بخوف. تعرف إنه احتمال كبير يكون هو ورا حادثة شمس؟ شلون ما فهمت؟ الشوفير اللي كمشته الجنائية اعترف على واحد بيشتغل عند عاصم. لحما يعني عاصم ممكن يكون متورط؟ احتمال كبير يكون عاصم متورط فعلا. طارق أنا إلي ضابط صديق بالجنائية رح أتصل لك فيه وأفهم شو هي القصة. والله يا ريت يا سامي، بتكون خدمتني كتير لأنه شمس بتعني لي أكتر ما بتتصور. ولو يا طارق خلص تكرم عينك. هلأ قلي هدول يعني الكبار اللي شفتهم بالشام هن جادين بمساعدتك ولا لا؟ والله يا صاحبي كانوا عم بحكوا بمنتهى الثقة، يعني كأنه هن الكل بالكل. شلون يعني؟ يعني خيو باختصار عم بقولوا انه كل التسهيلات والإجراءات والموافقات بدها تكون بإيدهم وعن طريقهم. قلت لحالي ماي مشكلة وقلت له لعاصم خيو أنا موافق بس قلي لشوف شو قد بدهم، فقال لي كل شي بوقته حلو. كمان هاي مو مشكلة، بس بتعرف الواضح انه هذا عاصم بده يسمسر من وراك. على فكرة السيد بهاء ومجموعة التجار تبعون حلب أخذوا موعد من وزير الصناعة. هذا خبر حلو. يا رب. طول القعدة ما حكيت مع شي. خيتو ايش بدي احكي؟ انتو خدتوا كل الحديث ما خليتوا حدا يحكي. بس شمس هالطارق هذا والله عجبني انا، بيعبي العين. طيب وام هالة؟ اخ على ام هالة ايش ضال لك؟ مشوشة حياتي. بتحبها؟ بحبها؟ اكذب عليكي؟ بحبها، ويا ريت هي تحبني نص ما بحبها. ما بعرف ايش بدي اسوي. ثانك يو. اتصلت فيها بالمكتب؟ ماشي. ودلائل العقارات كمان كلهم عم بخبروا. ايه هدول عم دوروا على الاراضي بدهم يخبروني مشانها. ماشي شكرا لك. في شيء ثاني استاذ طارق؟ لا كتر خيرك. شايفتك مشغول، جاي من السفر وتعبان. لا والله بس سفرية الشام دوختني دوخة. بركي بركي بدي احكي معك. اهلين سامي. ايه وحكيت مع السيد بهاء؟ اتفقتوا يعني؟ لا عندي بالمكتب خيو. ماشي. ايه بقى خبرني. مع السلامة. اهلي اهلي. شايفتك مشغول؟ لك لا والله مو والله مشغول، بس مثل ما عم بقول لك سفرة هالشام تعبتني تمام. قال لي عاصم انك توفقت. لسه بكير اقول توفقت، يعني لسه المشوار باوله ان شاء الله. كأني في بتمك حكي؟ والله ما بعرف، يعني يا أما أنا اللي ما عم بفهم على الناس يا أما الناس ما عم تفهم علي. إيش في؟ ليش متضايق؟ والله متضايق من أشياء كتيرة. إذا رايت تحكي بسمعك، بس مو هون، خلينا نطلع برا. مو معقول شو قد بتحبي الأماكن العامة. أنا بحب أشوف الناس. شرفي، بركي منشوف الناس سوا. هلأ بتروح تقبضوا على عاصم وبتحيلوا للنيابة. حاضر يا سيدي، بس يعني شو بس؟ مثل ما بتقول رح نحيل السائق وابو حسن عن النيابة وعاصم كمان. لسه ما حدا ادعى عليه سيدي. شلون ما حدا ادعى عليه؟ اللي فهمته انه المهندسة شمس ادعت عليه بضبط الشرطة. نعم سيدي، بس سيدي ما في أدلة على عاصم. كيف ما في أدلة؟
السائق عم بيقول انه ابو حسن يلي بيشتغل عند عاصم هو اللي كلفه بضرب شمس، هذا دليل كافي. بس يا سيدي يعني شو بس؟ احكي، حدا ضغط عليك؟ لا تخاف. نعم سيدي، بس بيني وبينك الله يوفقك سيدي، والله سيد مظهر بيجيب اجلي. بقى هيك وراها مظهر. سيدي وانا كيف بدي اتصرف؟ انت بتقوم بواجبك ضمن الانظمه والقوانين، مفهوم؟ وبالنسبه لعاصم؟ بالنسبه لعاصم انا بقول لك امتى تجيبه. مع السلامه. انا اسف يا الله. ولو هذا واجبنا. وهلا مستعده اسمعك للصبح، قلي ايش في؟ بس بدي منك وعد انه الحكي اللي بدي احكيه ما يطلع لبرا. يعني كلام خطير كتير. مو موضوع خطير، بس بدي منك وعد شرف فعلا انه كلامي يضل بيناتنا. يا سيدي بوعدك. وعد شرف؟ وعد شرف. بصراحة أنا مالي مرتاح للسيد عاصم طبعاً. من أي ناحية؟ ما بعرف، يعني فيه شيء ما بريح. إيش هو مالي عرفان؟ بس أنت بتعرف أنا سكرتيرته، يعني خزنة أسراره. بعرف هالحكي، ولذلك أنا عم بصارحك بمنتهى الشفافية. إيه هي ثقة كبيرة فيني؟ شوف يا مها، أنت إنسانة كويسة وذكية، وبصراحة مكانك ما عند السيد عاصم. ممكن نغير الحديث؟ مش ما عجبك كلامي؟ لا أعجبني، بس القعدة ما هي مناسبة لهيك كلام من وزنة إيه؟ والله أنا تقصدت أفتح معك هالحديث بهالقعدة بالذات، لأني بمنتهى الصراحة حاسس إنه شخصيتك وشفافيتك ما بتتناسب طاوي مع هالشغل اللي عم تشتغليه. إلا طبعاً إذا كان هالشي اللي عم بشوفه في الحياة نفسها تمثيل، لا زعلي مني. خلينا نرجع لموضوع عاصم. قلي ليش ما أنك مرتاح له؟ أثناء وجودنا بالشام حكى قدامي كلام ما عجبني طاول. مثل إيش؟ يعني صار يحكي بالنيابة عني وكأنه المشروع مشروع. وبعدين اجتمعنا مع ناس أول مرة بنقعد نحن وياهم من طرف السيد مظهر. بدل ما يحكي بالمشاريع وبالشغل قاعد يحكي لي بالخدمات وبالواسطات وبالكوميسيونات على دبر لي هي ومشي لي هي. بس انت بتعرف البلد محسوبيات. اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، يعني على الاقل مو قدامي يقعد يحكي هالحكي ويطلب هالوساطات ويطلب هالخدمات وعلى دبر لي وبدي هالشغله وبدي منك هالقصه. عيب، هذا الحكي ما بجوز. استاذ طارق، السيد عاصم ما قصر معك طاول. والله يا مها أنا هالطريقة في الحياة لا بتعجبني ولا بحترمها. خيو بس فهمني، الجنائية هي اللي ما طلبته إلا طلبته الجنائية هو ما أجا. أخي لا هيك ولا هيك، الزلمة يعمل واسطة. نعم، ومين واسطته خيو؟ واحد مسؤول كبير عنكم. أهلاً. إيه خيو، بتعرف أنت إيش اسمه؟ من هو؟ طبعاً بعرف اسمه. ايوه طيب ماشي. على كل إن انا حطيت بعض المسؤولين بالقصة، واي شيء اخي بيستجد معك بتبقى بتعلمني. خير ان شاء الله. طيب عزبناك معنا. ماشي، الله معك، مع السلامة. شلوني معك؟ خبرية حلوة بتستاهلي عليها مكافأة، اطلبي واتمني. بس بتعرفني انا ماني طماع. مشان هيك زبطتي معي. على كل حال انت بتستاهلي، وهي وصل ب10,000 ليره. تفضلي. الله يرزقك يا استاذ. حاولي تعرفي موضوع الارض، وين بده اياها وش قد مساحتها. مو على عيني. معناتها انا هلا وصلنا وصلي ما رح اتاخر. ماشي، يلا. الله معك. تصوروا يا جماعه، بعد دراسه 17 سنه وخدمه بالوظيفه 9 سنوات، هلا بدي اروح اقعد في البيت. يا سلام، القعده بالبيت مثل القبر يا جماعه. انا بموت. هي
هلا اذا حكيت بتزعلي مني. انت الله يسامحك استعجلتي ورحتي خلفتي طفلين. مزبوط عم تحكي، انا اصلا اولادي كسروا بضهري الله يخلي لي اياهم. بكره ان شاء الله بس يكبروا بتفتحي احلى مكتب. يلا خلاص طولي بالك ويطمنينا عنك. راح نشوفك عن قريب. بدنا نشوفك رح نشتاق لك كثير. مع السلامة. اليوم ما رح اجي على البيت، بدي اسافر. لوين؟ رفيقي منطقة اسمها كفرون، عم يقولوا منطقة كثير حلوة. رايحين وراجعين تاني نهار. في معك مصروف؟ ايه معي بابا، ما لازم. قومي يا زهير جيبي لي من جيب البنطلون 1000 ليرة واعطيه اياهم، خليه يحطوا معه احتياط. يلا. بابا والله معي ما لازمني. لا انت ايش خسران؟ حطهم بجيبك. طيب الله يرضى. الله يخليك. بلزمني. يا سيدي نطلع انا وانت والدكتور ناصر والسيد فهد، نطلع على الشام ونقابل سيادة الوزير. بس ما كثير اربع اشخاص نقابل سيادة الوزير بنقابله انا وانت. لا تنسى، لا تنسى اني الدكتور والسيد فهد من كبار صناعين في حلب. خلاص انا ما فرقانه معي، يعني انا بيهمني الهدف بالنهايه. اوكي. ايه ما قلت لي قصه بينك وبين عاصم الشام. اسمع يا سيدي. نعم. فتح لي ذهنك كويس. حلو. راح اعطيك رقم هاتف. هذا اسمه طارق النجار. هذا بده يشتري الارض. والأرض اللي كنا نحن عم نحكي عنها كتير مناسبة إلي، كتير كتير. تتصل فيه بتقول له إنه سمعت لازمك أرض وبتحكي له عن مواصفاتها. أيوة. وإذا قال لك منين سمعت تقول له من مكاتبها. بتروح لعنده وبتاخدوا على الأرض، بس أصحى تجيب اسمي على لسانك. ولو أصحى تجيب اسمي على لسانك، هتفهم. ولو ولو استاذ عاصم. طيب اذا عرف انه الارض عليها اسعار استملاك، هاي ما هي شغلتك. حاضر، هاي شغلتي انا. انت بس بتفرجي الارض وبعدين كل حادث له حديث. طيب واذا سالني عن سعر المتر ايش بدي اقول له؟ صحيح ابو عبدو، ايش قد سعر الارض؟ يعني نظاميه وعلى استرال بسوى له المتر من 10 ل 12. طيب قول له من 8 ل 10. حلو. فهمت ايش مهمتك يا سيف؟ انت بس بتفرجي الارض وبتحاول تشرح له عنها وبتحاول تقنعه. بس مو تبالغ، الارض لحالها عم تحكي عن حالها. فهمت والله، فهمت سيد عاصم. طيب. فهمت معلم. اصحابين الارض ايش بدنا نقول لهم؟ اصحى تحكي معهم. انا بقول لك. طب ايمت بتريد حضره جنابك نتصل فيهم؟ انا بعدين بقول لك. امرك معلم، امرك. مع السلامة سيدي. مع السلامة. الحمد لله أنا متفائل، حاسس فعلاً إنه هالمشروع رح يكون قفزة صناعية واقتصادية كبيرة مو بس ببلدنا، حتى بالدول المجاورة إن شاء الله. يا سيدي الله يسمع منك إن شاء الله. يلا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله. مع السلامة أستاذ. وين رأيك أنت؟ روك روك بدي أحكي معك. لا خال ماني فاضي، عندي شغل بدي اروح. سلام. بتضلك بلهوج. الو، اهلين جمال، ايش اخبارك؟ ايش عم تعمل؟ مع مين؟ والله وين بركي؟ لا خلص بجي بجي، يعني انتوا عازميني؟ لا لا عرفته عرفته، يلا جاي مسافة الطريق بس. مع السلامة. الشاهد الأول تفضل وقع هنا. نستلم ديوتك. الشاهد الثاني تفضل. يعطيك العافية. إن شاء الله تبروك العروسين والرفاق والبنين وسمعونا الفاتحة. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك إلنا.
انت؟ حجزوا عسكانيا؟ ما عرفت ليش؟ لك فهمني فهمني، ايش قالت لك الشرطة؟ اختي وفاء حجزت على السيارات؟ روح بوجهي. ابو نادر اجوا عندي حجزوا على الفولفو. حجزوا على الفولفو كمان؟ خرب بيتنا، حرك قدامي، حرك قدامي. أنسة شمس؟ سلامة. كيف صحتك؟ أهلين سيد طارق. شو؟ فينهم جمال وهالة؟ أنا بدي أسألك عنهم. ما بعرف والله، جمال حكى معي تليفون وقال لي المفروض نلتقاهم. الظاهر يا سيد طارق عملوها فينا. الظاهر طلعوا مزوقين. حابين بالظاهر يجمعونا مع بعض. ممكن اقعد معك شوي؟ طبعا طبعا تفضل. يلا منيح، فرصه كثير حلوه لحتى اقول لك اني كثير معجب بشخصيتك، وانه انت فعلا حدا هيك مميز وانسانه عصاميه ومهنيه. بس انا مستغرب شغله، يعني انسانه بمواصفاتك بهالمهنيه العاليه كيف تقدر تقاوم هالاغراءات اللي بتصير معها؟ طبعاً عم بحكي من خلال تجربتي مع هالدائرة اللي بتشتغلي فيها. أولاً يا سيد طارق، إذا أنا هيك فالفضل بيعود لأهلي، ومثل ما حضرتك حكيت البني آدم بيتعرض لكتير ضغوط، بس بالنتيجة أنت صاحب الخيار لما تكون بمنصب أو سلطة معينة لوين خيارك بده يوصلك وطموحك لوين بده يوصلك. أنا بنت بحب بلدي، يعني القانون واضح وصريح، اللي بينعطى تصريح لازم نساعده، واللي عامل مخالفة ما لازم نتجاوزها، لأنه السمعة هي المحك بالأول والأخير. أنا حابة أسألك سؤال. فضل. حضرتك مهندس مهم وعندك إمكانيات، وكنت عايش بدولة أوروبية ومتزوج وعندك ولد، فيني أعرف ليش رجعت؟ كويس إنك سألتيني السؤال، رح أكون واضح وصريح. ليكي أنسة شمس، أنا لما عشت بألمانيا ما كان ناقصني شيء، كنت مبسوط ومرتاح، بلد حضاري ظريف متمدن، وبنفس الوقت كان معي مصاري كتير. صحيح المصاري ما هي الشرط الأساسي للسعادة، بس كمان هي عامل كتير مهم مشان الواحد يكون مبسوط. طبعا كنت بتمنى أتزوج إنسانة عربية، ما صارش، تزوجت إنسانة ألمانية، إنسانة راقية ولطيفة ومتحضرة جدا. ما بعرف إذا المشكلة مني أو منها، بس الكيمياء ما ركبت على بعض البعض. الموضوع بمنتهى الصراحة خرب لي حياتي. وجبت منها ولد؟ ما بتحس إنك ظلمتها وظلمت ابنها؟ مزبوط، أنا ظلمت ابني وظلمت مرتي، بس كمان ظلمت نفسي. الحياة أحياناً ما بتترك قدامنا كتير من الخيارات. لما سافرت على ألمانيا واشتغلت وعشت هناك، دائما كنت حاسس حالي إني عايش بشكل مؤقت. كان دائما عندي فكرة إنه الرجعة للبلد حتمية، وإنه بلدنا أحب فينا. بس هالوجهة النظر ما فيني أفرضها على مرتي. مرتي إنسانة ألمانية عايشة في بلدها وعندها إحساس إنه بلدها أحب فيها، ومن هون بدأت المشكلة. كمان ابني، ابني اللي أنا حابب أجيبه لهون على البلد يعيش في بلده، ما حسنت أجيبه، لأني إذا جبته لهون بكون عم بحرم أمه منه. لذلك عم بقلك الحياة أحياناً صعبة وبتترك قدامنا خيارات محدودة كتير. الحقيقة أنا كتير مبسوطة إنه لسه في ناس بفكروا مثلك. أنا آسفة نسيت أسألك، إيش بتحب تشرب؟ إيش عم تشربي أنتي؟ شاي. والله الشاي بشرب مثلك. ايمت جابوه؟ من الساعة؟ دام ايلش؟ ايش بدنا نساوي معلم؟ ما في غير نحكي مع حج ابراهيم نفرغ هالبضاعة؟ نستأجر سيارة ونفرغها. ايش رأيك نروح نشوف الجو؟ عجب ايش صار معهم؟ أكيد بيكونوا انحرجوا. يمكن، بس هذا المقلب اجى من مصلحته لطارق.
على فكرة بس بدي أشوف شمس، بدي أقلها إنه هاي فكرة فكرتك. قولي له دخيلك عم تخوفيني يعني؟ المهم يكون هذا اللقاء فاتحت خير. ألو، أهلين أستاذ جلال، طمني جبت له سولة من عند التاجر بها؟ إيه الحمد لله ممتاز. طيب أنا هلأ رح أتصل بالمحامي سامي وأخذ منه موعد، بشوفك عنده. الله معك. خير إيش في؟ سيد أبو صلاح طلع حرامي وطول الوقت كان عم يسرقنا. بدي أتصل بالمحامي سامي أروح لعنده، تروح معي؟ طبعا بروح. اسمع سعيد، لا تطول وتقصر، أنا عم باخد حقي بدون أرباح. أنا إلي معك 7.5 ملايين، هذا غير عربون العمارة اللي إلي فيه 7.5 ملايين. العربون وضع تاني. ليش وضع تاني؟ أنا إلي نصه. إذا كنت ما بدك تبيع العمارة رجع العربون لأصحابه. خلصنا فهمت، برجعه بعدين. لا ما حذرت. طيب فهمي علي، بعطيكي هلأ 7.5 ملايين وأنا بتفق مع أبو عزيز. أبو عزيز هو أنا. لك يا وفاء، يا وفاء فهمي علي، بدك تخربي بيتي؟ لك يا بنت أبوي وقفت الشركة، رح ينخرب بيتي، روحي فك الحجز وخلصيني بقى. ما حأفك الحجز لحتى أفك الشركة معك، عم تفهم؟ طيب اليوم لا تتأخري المساء على البيت، بدنا نقعد قعدة طويلة وننتهي من كل شيء. سلام هلا. يعني مبلغ 3.6 ملايين، مبلغ كبير ما هو سهل. ايه مزبوط، وهلأ هاد اللي قدرنا نحصل عليه، والله أعلم مش قد فيه لسه. يعني عندي هلأ وصولي عائديته للمعمل موقعين باسم نوري المحمود، هذا هو مو نفسه أبو صلاح؟ ايه مزبوط نفسه. بتعرفوا هالأسماء وهالوصولة ما هي موجودة بالدفاتر؟ نعم أستاذ ما هي موجودة. مضى أبو صلاح الدفاتر؟ نعم مضى. ممتاز، هلأ بهالحالة وهالوصولة بين إيدينا من بكرة منقدر نرفع عليه دعوة سوء ائتمان. عسي هلأ جبتي لي العقد بينكم وبين أبو صلاح؟ ايه موجود. صار أستاذ. هلأ هذا العقد بينتهي إذا حدا من الشريكين ما بده يستمر مع الآخر، ويمدد تلقائيا كل سنة. طيب نحسن هلأ نوقفه على الشغل؟ ايه يعني بعد شهر وشي كم يوم تنتهي حالة التعاقد تلقائيا. استاذ جلال جيب لي الدفاتر اللي عندك لأنه بدي بعتهم لخبير بالمحكمة يطلع عليهم. ما بعرف الدفاتر هنا عند أبو نهاد، بس ما في داعي للخبير، أنا خبير. الدفاتر والوصول المرفقة كلها نظامية من حيث الشكل. المهم نحن نتأكد أنه هالأرقام مطابقة على الواقع، إلا في أرقام تانية وهمية وغير حقيقية وغير مطابقة للأرقام الموجودة بالدفاتر. طيب يعني هذا دورك ودور الأنسي هالة. شلون يعني؟ ما بده شيء، نمسك جدول بأسماء الديانة وناخد اسم اسم، نتصل متأكد من الرقم مطابق عنا بالحسابات ولا لا، ونفس الشيء بأسماء العملاء اللي إلهم عنا مصاري. بس أنا ما بدي أبو صلاح يحس أني شاكة فيه. يا
يا انسي هلا انت حاليا خليكي على جنب، الاستاذ جلال من تحت لتحت بيعرفنا كل شيء. والله يا استاذ سامي كل شيء صار معروف، انا هلا اللي بدي اياه انه ابو صلاح يمشي من المعمل باقرب وقت. يعني بهيك حاله ما في غير حل واحد، انك ترفع عليه دعوه سوء ائتمان ونوجه له انذار. خلص من بكره ان شاء الله. وبس ما وجهنا له انذار وبلغناه اياه، خدي لي هالدفاتر واتركيهم عندك اضمن. ما تخف راح اخذ احتياطاتي. على خيرة الله. الظاهر يا سيد طارق عملوها فينا. الظاهر طلعوا مزوقين. حبيب الظاهر معونا مع بعض. ممكن اقعد معك شوي؟ طبعا طبعا تفضل. يلا منيح فرصة كتير حلوة لحتى أقلك إني كثير معجب بشخصيتك وإنه أنت فعلاً حدا هيك مميز وإنسانة عصامية ومهنية. بس أنا مستغرب شغلة، يعني إنسانة بمواصفاتك بهالمهنية العالية كيف تقدر تقاوم هالإغراءات اللي بتصير معك؟ باي الله معك. ماما أنت لازم تنزلي ترفعي دعوة ضد أبو صلاح. ليش؟ إيش وليش؟ عم بسرق المعمل لحد هلا اللي صرنا ماسكينه 3,600,000. إيشو هدول؟ هدول الصولة من المعمل بتوقيع أبو صلاح، من عند تجار اشتغلوا عنا بالأجرة وأبو صلاح ما منزلون على الحساب. وإيش ناوية تعملي؟ عم فكر إن شاء الله بالقانون بنقدر نطلعه قبل ما تخلص مدة السنة اللي بقيانت له. إن شاء الله. شو؟ معقولة تحجز على أخوها؟ لك فعلاً هي أختك قليلة أصل. إيش بدي أعمل؟ إذا عطيتها مثل ما بدها تتوقف الشركة. إيه ما هو بكيفها، عطيها شوي شوي. لك ما عم ترضى، ما عم ترضى، ريك براسها، هذا أبو عزيز الختيار مقوي علي. إيه لا ترد عليها. شلون ما أرد عليها؟ عم بقول لك حجزت على 4 شاحنات. تعرف ما بيحل هالمشكلة غير ابن عمك. لا أنا ما بكسر كلمتي لطارق، أنت نسيان إنه في دعاوي بيناتنا؟ لك يا غشي، طارق ابن عمك إنسان طيب، روح لعنده وقل له هيك وفاء عاملة فيني، أكيد رح يساعدك. لا لا لا، صعب، مستحيل أروح لعنده. لك هو شريكن. خلص أفلي على الباب هلا. يا وفاء، لك يا وفاء أنت إيش عم تعملي؟ لك أنا أخوكي سعيد؟ انت ناوية تخربي بيتي؟ ليش هيك عم تعملي فيني؟ حاج سعيد، 6 سنين انا ما طلبت منك ربح ولا قرش، دخنتك، انا بدي فلوسي. لك خلص بعطيك اياهم، بس مو هيك، بعطيك اياهم شوي شوي. انا بدي مصراتي من الشركة ومن عربون البناية، فهمت؟ وفاء، اروح اكسر الباب، اروح اكسر اقدام ابي اقتلك. خلص بالصبر كل شي بيصير. عطيني حبة وجع راس. خلاص اهدى. لا لا حبيبتي ما بحبه، ما نجربه. حبيبي في احلى من هيك مناسبة لتجربه؟ اسمع مني طعمته كتير طيبة. صدقيني ما نجربه كرمالي. صحة يا عمري. ايش بك حبيبي؟ ما بعرف، متلبك وخايف، والله ما بعرف. من ايش خايف ودلال جنبك؟ والله ما بعرف يا دلال، بس تعرفي انا لهلا ماني مصدق شلون هيك تجوزنا على السريع. يا حبيبي لأنه أنا ذكية ولماحة. بس أنت بتعرفي ظروفي صعبة. أنا حبيتك أنت وظروفك يا عمري. أنت
كرمال. صباح النور يا روح دلال وقلب دلال. خد حبيبي هي اطيب قهوه بتذوقها بحياتك. تسلم روحي. فعلا طيبه القهوه. ايه بس انت اطيب. ايه لا انت اطيب. من ايش عرفت؟ من ليله امبارحة كانت ليله من الف ليله. لسه حبيبي ما شفت شي. ليش لسه في شي احلى من هيك؟ حبيبي لا تغشم حالك. روحي والله ما بعرف. افرجيك المحرمه؟ لا روحي لا تورجيني، ما بحب اشوف هيك شي. ايه ولا انا. حبيبي روحي. نروح كم يوم عسل أنا وأنت؟ لا روحي والله ما بقدر، أنا يلول أبوي يوم واحد ولازم اليوم مساء أكون بالبيت. طيب بدي أتحمل، بحبك، إيش بدي أعمل؟ لك وأنا بموت فيكي. ألو أهلين، لحظة عن فضلك سيد طارق، مكالمة لحضرتك. طيب حولي لعندي زي. أيوة مين؟ أنا ياسر. ياسر من مكتب الأمل العقاري. سمعت عم بتدور على شقة أرض. إيه ومين قال لك؟ ولو يا أستاذ، بين الدلالين ما في سر بيتخبى. وحسب ما فهمت طلبك عندي. طب إيش في عندك؟ هات لأشوف. يا سيدي عندي أرض غربي حلب مساحتها 6000 متر مربع. أرض متل راحة الكف وبتاخدها نظيفة وما في عليها شيء أبداً. غربي حلب؟ طيب أنا مسافر كم يوم ببرات البلد وبس أرجع إن شاء الله بحكي معك. هاي رقمك طلع عندي على الكاشف، بحكي معك وبتفرجيني إياها. على عيني. لك طمني شلون الوضع؟ رائع. على قولك إنسان جدي كثير. الو استعلامات؟ ايه الله يخلي، بدي رقم شخص اسمه طارق النجار. ايه بالالف ولا انا معك. ايه قديه؟ ايه اللي بليز.
10؟ اوكي يعطيك العافية. اهلين، اهلا وسهلا. جوزي ابونا محمود اصر يجي معي يتعرف على ابو زهير. جاي معك؟ ومحمود كمان. تفضلوا تفضلوا، بس لا صح لابو زهير. تعالوا ادخلوا. ابو زهير مو مهجن، غير ثيابك اجي ابو العريس معه. مين قال له يجي؟ ايش بعرفني؟ ماني قايل، انا مرضان. مشان الله يا رجال ما تخجلني، ما تسود لي وجهي، قوم. انت عم تفصلي وعم تخيطي على كيفك. روحي انت قاعدة معهم، انا ما دخلني. انت الاب، ما بيصير. قولي لهم الاب مرضان، وانا فعلا مرضان، ما بدي اطلع واحر حالي. ان شاء الله يا ابن الحلال، ابوس ايديك اطلع. يا رجال، هو اجى لحتى يحكي معك انت، انا ايش بقول له؟ قولي له بصراحه الاب مو موافق. ايه اطلع قول له يا انت لكان. مشان انت بعدين مع بنتك تروحي تتفي من ورا ظهري، مو هيك؟ الله يرضى عليك يا بنت الحلال، لا تكبريها معي، اصري الشر وروحي شوفي ايش بدك تعملي. انا بعرف شري.